شارك معالي الشيخ خالد بن احمد الخليفه وزير الخارجيه بحضور معالي السيد بينا رايفي جاين الوزير الاول لولايه كيرلا بجمهوريه الهند الصديقه ومعالي الشيخ خليفه بن دعيج الخليفه رئيس ديوان سمو ولي العهد باحتفال نادي الكيرلا لين البحرين بمناسبه مرور سبعين عاما على تاسيس النادي في المملكه. وقد عرب الوزير الأول لولاية كيرلا الهندية عن اعتزازه بما وصلت إليه مستوى العلاقات البحرينية الهندية التي تمتد لعقود طويله من الاحترام والتقدير المتبادل وهو ما يعكس حرص حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى على تنميه هذه العلاقات بين البلدين الصديقين في اطار من التعاون في مختلف المجالات ورفع الوزير الأول لولاية كيرلا الهندية بين رايفينغين جزيل الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك المفدى على ما توليه حكومة المملكة من عناية وتقدير واحترام لأبناء الجالية الهندية كما قدم الوزير الأول جزيل شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على الدعوة الكريمة وهو ما يعكس اهتمام سموه بتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين واشاد الوزير الاول بما تشهده البحرين من تطور في مختلف المجالات وهو ما يؤكد عمق الاهتمام الذي توليه القياده الرشيده لعمليه التنميه المستدامه. من جانبه اعرب الوزير وزير الخارجيه معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه في كلمته خلال الحفل عن سعادته بالتواجد في النادي ناقلا تحيات جلاله الملك المفدى وسمو ولي العهد الامين الى ابناء الجاليه الهنديه في البحرين. مشيدا بالدور الكبير الذي قاموا فيه في عمليه التنميه التي تعيشها المملكه واستذكر وزير الخارجيه الزياره التي قام بها الى ولايه كيرلا الهنديه حيث التعايش السلمي بين جميع المواطنين من مختلف الاديان والطوائف واختتم معالي الوزير كلمته بالاشاره الى ان العلاقات البحرينيه الهنديه الطويله كانت سنوات جميله للغايه حيث تشارك المواطنون تشارك الحياه مع ابناء الجاليه الهنديه وفي كلمه له اشاد معالي الشيخ خليفه بن دعيج رئيس ديوان سمو ولي العهد بعمق العلاقات التي تربط المملكه مع جمهوريه الهند الصديقه والمبنيه على الاحترام والتقدير المتبادل. معربا عن اعتزازه بالروابط العميقه بين الشعبين الصديقين منوها الى الزياره التي قام بها مؤخرا الى ولايه كيرلا الهنديه والتقائه بالعديد من الاشخاص الذين عاشوا في المملكه الذين لا يزالون يحملون في قلوبهم كل الحب والتقدير والذكريات عن مملكه البحرين وما يتمتع به المواطنون البحرينيون من خصال حميده وكان رئيس نادي الكيرلا لينا في البحرين قد القى كلمه استعرض فيها تاريخ العلاقات التي تربط البلدين خصوصا ولايه كيرلا مثمنا عمق العلاقات بين البلدين وما توليه القياده الرشيده في المملكه من عنايه واهتمام بابناء الجاليه الهنديه وفي ختام الاحتفال تابع الحضور عرضا فنيا يظهر عمق الثقافه والتعايش التي تتمتع بها ولايه كيرلا الهنديه بعدد من اللوحات الراقصه التي قدمها ابناء الجاليه الهنديه في مملكه البحرين